تحديدا للذكرى عيد استقلال، ذكرى وحدة هذا البلد من شماله إلى جنوبه. دشنا تاسع عشر مركز منطقة قروية، هي منطقة إقليم النواصر وبالضبط في منطقة السحابات. فالحمد لله هذا مركز متميز، لأن جف أول مركز مجال قروي يقدم خدمات للقرى المنتشرة على التراب إقليم النواصر. فالحمد لله الطاقة الاستيعابية ديالها إن شاء الله غدا تفوق 50 مريض أو 60. إن شاء الله غيكون حتى الزيادة ديال الآلات حسب الطلب. فباشرنا هذا التحدي وإن شاء الله غادي ننجحوا فيه. اليوم كانت أول حصة، نتمنى أن نكون في المستوى. وهذه المشاريع هي محتاجها البلاد في هذا الوقت ديال الجائحة، باش نساعدوا، ما غاديش نبقاو متجهين غير نحسبوا في العدد ديال المرضى ديال كورونا او الموتى ديال مرض كورونا. كاين مجال ديال التفاؤل، مجال ديال التمني ان بلادنا بقى بخير الحمد لله، فيها خير كبير. وهذا التحدي الحمد لله الى تانسبيري من التشجيعات ديال سيدنا الله ينصره لهذه المؤسسه، واللي ما غاداش توقف ولا مجال للرجوع. فالحمد لله احنا فقنا هذا 19 مركز، قريب العاجل في مراكش غيكون 20، مناطق اخرى كاين طلبات ديال 4 المدن اخرى. وان شاء الله غادي نكونوا في المستوى ان شاء الله، لان هذا ماشي خدمه انيه ديال النهار ولا هذا، هذه خدمه ديال دائمه وما خصناش نوقفوا. غدا نقولوا راه سالت المواد الاستهلاكيه وهذا. فالشركاء كلهم، جماعه الترابيه، وزاره الصحه، مبادره الوطنيه التنميه البشريه، خصها تضمن لنا الاستمراريه باش تبقى هذه المشاريع اللي هي في اطار ديال ورش ملكي بامتياز اللي هو المبادره الوطنيه التنميه البشريه، ان نكونوا موفرين كل الظروف باش هذه الفئه الهشه من المرضى يكونوا نستقبلهم في احسن الظروف. والحمد لله راه كما شفتوا، راه الحمد لله هذا كمركز قروي فهو في مستوى عالي، والالات من اخر ما كاين الحمد لله، الالات ديال الدياليز. ونتمنى ان نكون عند حسن صاحب الجلاله، ظن صاحب الجلاله حفظه الله محمد السادس، نصره الله. ولات وهذه المصلحه اللي جابوا لينا هنا، مصلحه ديال تصفيه الدم. قبل فين كنتو كديروها؟ ما كناش كنديروها، لا مشينا نمشيو للسطات ولا نمشيو للدار البيضاء، حيت برشيد ما فيش. دابا الحمد لله قربت لكم، الحمد لله قرب لنا كل شيء. هادشي شنو منطقة هذه؟ هذه منطقة السحابات، السحابات جوج. الناس كانوا كيتكرفسوا من كانوا بعد؟ لا كيتكرفسوا من كل من أي حاجة، لأن هذا الطلب هنا مهم للبلاد، ومهم للمواطنين، ومهم لكل شيء. لأن اللي بغى يدق غير برا خاصو يمشي لبرشيد ولا يمشي للدار البيضاء. هذا هو المشكل، لأن هذه النتيجة اللي جابوا لنا هنا مزيانة للبلاد، مزيانة للمواطنين، مزيانة كتعاون، كيعاونونا بخير وعلى خير. هاد السونتر داخل في السلسلة ديال المراكز ديال تصفية الكلي اللي تابع لا فونداسيون امل. هاد المركز كيحتوي على لا كاباسيتي ديالو 60 مريض. هذا مكلف بهاد المرضى ديال هاد المنطقه ديال النواصر، باش المرضى ما يبقاوش يتعذبوا يمشيو للمراكز الاخرى اللي كاينين في الدار البيضاء، باش يغطي هذه المنطقه بكاملها، تغطى المرضى ديال هذو يجيو يصفيو هنايا. زيد شنو الطبيه؟ بالطبع هذا الشيء اللي كوافي بار الدكتور رجائي. الدكتور رجائي هو رئيس القطب الطبي ديال مؤسسه امل،
وهنا كاينين الاطقم ديال التمريضيه اللي مكلفين بهذا الشيء. وبالطبع الطبيب كيجي كيدير لا فيزيت كيدير تحليلات المرضى تيقلبهم، هو اللي تعطي جميع الارشادات باش يدار دياليز. ست شهر باش درت الدياليز. هاد الحصه مزيانه مزيانه والناس مزيانين الله يعمرها دار الصراحه. قبل فين كنتي كديريها؟ كنت نديرها في بوسكوره جمعيه نيد ديال الامل. كيتعاملوا معك هاد الناس ديال الطاقه؟ الله يعمرها دار الصراحه الناس مزيانين الله يجزيهم بخير اسيدي. كيفاش كتحس؟ كيضرني الراس، كتجيني السخفة. الله يجيب الشفاء. آمين أسيدي آمين الله يجازيكم بخير. شنو تنصحي الناس المرض؟ واش غنقول لك الناس المرض لهلي وصلهم لهذا الشيء وصافي سيدي. شوية صعيب ديالي الصراحة. حتى الناس صحابته ويحافظوا. يحتفظوا على الصحة ديالهم، الصحة سيدي ملي لساني يشرب الماء ويحتفظ على صحته. ملي كي بنادم يولي بحال هكا تيولي شويه عيان في الصحه ديالو. حتى التكلفه راه ما شاء الله كاينه. الحمد لله الله يجازيهم بخير الله يجازيهم بخير اسيدي، داروا معنا مجهودهم الله يجازيهم بخير. لا انا كنت كدير الدياليز في بوسكوره ودابا كنديرو في هذا السونتر اللي حدنا جديد ديال النواصر. الحمد لله قربنا كل شيء وقريب لينا والحمد لله كلشي داز بخير. درنا 4 سوايع ديالنا ديال الدياليز، دابا الحمد لله خرجنا بخير الحمد لله. شحال انت كدير الدياليز؟ 4 سنين دابا كندير الدياليز. دابا كنت كندير كنت كندير بوسكوره من نهار بديت في مؤسسه امل. الحمد لله الحصه داز بخير. كيفاش هذا كيتعامل معك الدكتور الصحي؟ الحمد لله كلشي بخير، تعامل مزيان كلشي مزيان، لا هنا لا في بوسكوره لا في اي سونتر مشينا ليه، والحمد لله دازنا حتى داز فينا كوفيد وما الجمعيه ما تخلاتش علينا وما خلاتناش ومشينا كنا كندوزو في الرحمه.